أكد القائم بأعمال القنصلية الأمريكية في بغداد جوي هود أن ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية حالياً هو تحجيم دور إيران في العراق. وقال هود إن رئاسات العراق الثلاثة ترحب ببقاء القوات الأمريكية في العراق وتعدها من أهم خطوات حفظ الاستقرار في البلاد، مضيفا إن رئيس مجلس الوزراء لم يدلي بأي تصريح يرفض بقاء الوجود الأمريكي. أما رئاسة الجمهورية والبرلمان العراقي يرحبون ببقاء القوات الأمريكية لحفظ الأمن والاستقرار، الأمر الذي يعزز من العلاقات الأمريكية العراقية خلال الفترة القادمة.